في السباق الرمضاني الحالي في الدراما بالوطن العربي، أثار المسلسل السوري كسر عظم جدلاً كبيراً، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه الكثير من الاتهامات وخاصة الاتهامات بالسرقة، بعد أن اتهم الكاتب السوري فؤاد حميرة شركة الإنتاج الفني بسرقة النص، ونسبه أيضاً لكاتب آخر بالاشتراك مع مخرجة العمل رشا شربتجي، الأمر الذي فتح جبهة حرب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج حميرة ببث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك ووجه اتهامات بسرقة نصه الأصلي لمسلسل حياة مالحة، طيب الذي باعه أصلاً للشركة نفسها قبل سنوات، وتم إيقاف تصويره طبعاً بسبب أحداث عام 2011 بسوريا. فلنتابع ما قاله الكاتب السوري ونعود إليكم. تناص بين حياة مالحة وبين كسر عظم. وبداية بحب أوضح مسألة، أنا ما بدي أسرق تعب حدا، ولا بدي أفرض نفسي إنه والله أو يعني أخذ عرقه وجهده وإمكاناته للشاب اللي كتب النص اللي أنا والله ما بعرف شو اسمه، يعني آسف العطل فيه أنا، لأنه أنا ما بتابع الدراما السورية، ولكن من الحلقة الأولى بدأت الناس تبعت لي أنه هذا النص قريب من حياة مالحة اللي قرأناه لك يا أو اللي أنت حكيت لنا عنه، فأنا ابتدأت تابعه فعلا للنص اعتمادا على هذا الكلام، وبعتت للأستاذ رشا رسالة أنه هيك عم يوصلني شو حقيقة الموضوع، ما ردت. اليوم لما أنا نشرت الموضوع على صفحتي بعتت لي 10 رسائل رشا شربتجي بالمحتوى انه هي رح تدافع عن هذا الشاب ورح تدافع عن حقه وانه هي مصدومه فيه وكذا. انا اللي مصدوم فيك يا رشا، مش انت اللي مصدومه فيه، هذا اولا. انا اللي مصدوم فيك، النص انا كاتبه، ولما عم اشوف بعرف انتم من وين اخذين، بعرف شو الشخصيات اللي اخذتوها، شو الفكره اللي اخذتوها. عم تقولي لي يا رشا انه والله مو كل مسؤول بيصير هو حياه مالحه، لا، بس نفس المسؤول اللي موضوع طبعا راح يتعلق. طيب حميرة شرح تفاصيل أكثر عن الفرق بين نصه ونص مسلسل كسر عظم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر بعض الصور التي تشير إلى صحة موقفه. طيب أضاف أيضا حميرة إلى أن المخرجة السورية رشا شربتجي هي من بدأت بتصوير مشاهد حياة مالحة قبل توقفه من قبل نفس الشركة، وعقب هذا الجدل المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي خرج إلينا فؤاد مجددا في فيديو جديد عبر الفيسبوك ليتحدث عن مستجدات الأمر، فلنتابع. بتمنى لك النجاح، وانا بجد ما كان بتمنى ما يعني بتمنى ان لو انا ما فتت هاي الفوته كلياتها ولا ساهمت ب بتعزيز هذا الشرخ اللي صار بالمجتمع، حول ما عمل فني طبيعي الكتاب الجدد يستفيدوا من تجارب الكتاب اللي سبقوهم، شيء طبيعي، كان لازم افكر بهي الطريقه انه عادي جدا يستفيد علي ومعين ومحمود وخالد وسلوى وسعاد ومنى، اي حدا حابب يستفيد من تجارب اللي سبقوا يستفيد، الامر كثير طبيعي يبدو. لكن طالما أن القصة صارت وأنا حقي المعنوي وصلني عبر هاي الوقفة اللي وقفوها معي الناس والدعم اللي لقيته كتير محبين، يعني فأنا بعتبر أنه حقي وصلني، حقي المعنوي، لأنه حقي المادي أنا واصلني، يعني من الشركة، من عماد ضحية مش من إياد نجار، أنه النص انباع لعماد ضحية أساسا ولا إياد نجار، فحقي المعنوي كمان. مسلسل كسر عظم هو دراما اجتماعية تروي جانبا من حال البلاد المأساوي وحياة الناس بعد سنوات الحرب، طبعا بلاد سوريا، وشارك فيه العديد من الفنانين السوريين.